عرف المغرب بين 1953 و 1958 أحداث جسام وصراعات قوية على السلطة وتحالفات سرية استعملت فيها كل وسائل البقاء من عنف ودسيسة وخيانة وتكتلات وتحالفات. في هذه الفترة كان رجالات الحركة الوطنية أكثر بأسا وشدة وحضورا في الساحة السياسية. هنا سيظهر رجل طويل اسمه دريس المحمدي فارع الطول، شارك في اتفاقية إكسليبان بفرنسا المفضية إلى استقلال المغرب، واحتل مناصب مهمة في هرم الدولة المغربية كوزير أول وكوزير للداخلية ووزير للخارجية، وكان صديقا مقربا من القصر ومن محمد الخامس ومن الحسن الثاني، وكان ينتمي في ذات الوقت لحزب الاستقلال. من يكون دريس محمدي؟ وكيف عاش أحداث المفاوضات بين فرنسا والمغرب حول استقلال المغرب؟ وما هي الأدوار التي اطلع بها؟ وما هي مساهماته السياسية؟ وكيف أصبح وزيرا أولا ووزيرا للداخلية لمرتين في فترة قصيرة ووزيرا للخارجية؟ وكيف تم القضاء على جيش التحرير وهو على عهد وزير الداخلية؟ نطرح أكثر من علامات استفهام كبيرة حول هذه الشخصية وعن أدواره السرية في تسيير فترة حرجة من تاريخ المغرب. بداية، كأنه يوم مصادفة كبير أن يولد دريس المحمدي في 30 مارس 1912 بفاس، يوم توقيع المولى عبد الحفيظ على معاهدة الحماية. كان سياسيا مهما لدرجة كبيرة، فهو من الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال عام 1944 لما لها من رمزية في تاريخ المغرب المعاصر. ولد دريس المحمدي في 30 مارس 1912 من عائلة أمازيغية بسيطة وفقيرة، التحق بالكتاب لحفظ القرآن في مسقط رأسه، حيث كان معلمه القرآن المشهوران الخمسي وبن سودة من معلميه، وكان من مؤسسي الحركة الكشفية بالرباط، ثم ترأس فيما بعد اتحادا رياديا لكرة القدم. قام بتدريس القرآن لأول مرة في العديد من المدارس الفرنسية الإسلامية بفاس، وكان يقوم في نفس الوقت بدراسات قانونية بالرباط حتى عام 1935. وفي عام 1936 التحق بالخدمة الإدارية لأنه أجبر على كسب المال لوضعه الاجتماعي المنتمي للطبقات الفقيرة. بالإضافة إلى ذلك تابع دراسته القانونية واجتاز امتحانا في عام 1938، ثم على أساسه تم قبوله إلى غاية 1941. تخرج وكانت مؤسسة تابعة للمستعمر الفرنسي لتخريج الأطر الإدارية. كان عليه أن يدافع بما امتلك من ثقافة ومن تعلم للغة الفرنسية ومن حس وطني ضد الظلم والإساءة بشكل يومي من طرف المستعمر الذي كال للمغاربة الأمر بمكيالين. قسم اهتماماته مع العديد من الأحزاب المغربية سياسيا والتي ظهرت خلال الثلاثينات، وانخرط في حزب الاستقلال، وكان يعرف رجالات الحركة الوطنية، وكان أهم رجالات حزب الاستقلال وأحد الأعضاء المؤسسين لهذا الحزب. ففي عام 1944 كان أحد الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال. في عام 1950 تم قبوله من السلطان الملك محمد الخامس في لجنة كان من المفرد
من المفترض أن تعمل على إصلاح قانوني للمغرب، وأصبح صديقا للسلطان محمد الخامس، وتوطدت العلاقة بينهما بشكل كبير عبر امتداد السنوات. في 7 ديسمبر 1955 عندما تم تشكيل أول حكومة مغربية، تم تعيينه وزيرا للدولة، ومعه عبد الرحيم بوعبيد ومحمد الشرقاوي وأحمد رضا قديرة، كانوا من المسؤولين على المفاوضات مع الحكومة الفرنسية من أجل استقلال المغرب في اتفاقية إكسليبان، وسيشغل هذا المنصب حتى 26 أكتوبر 1956 عندما تم تشكيل حكومة جديدة سميت بحكومة البكاي الثانية، أصبح فيها وزيرا للداخلية هذه المرة حتى 16 أبريل 1958، وخلفه في هذا المنصب أحمد بلافريج الذي أصبح وزيرا للدولة ووزيرا للداخلية في نفس الوقت، ولم تتم المنادات على إدريس المحمدي نظرا لتعقد العلاقة بينه وبين أحمد بلافريج. في هذه الفترة الحرجة من تاريخ المغرب تحولت مؤسسة البوليس السياسي التي كان يسيرها المستعمر الفرنسي بمعية بعض المغاربة إلى النواة الأولى للمخابرات المغربية المسماة الكاب واحد، والتي كان على رأسها الثلاثي محمد أفقير ومحمد العشعشي ودليمي، وعلى رأس هذا الهرم كأم للوزارات وعين النظام السياسي كانت وزارة الداخلية بتشعباتها. وفي هذه الفترة سعى ولي العهد الحسن الثاني بإعاز من رضا قديرة القضاء على جيش التحرير سنة 1958 وتكوين الجيش النظامي المغربي، بمعنى أن إدريس المحمدي كان علبة من الأسرار السرية والخطيرة التي شكلت المغرب المعاصر. بالإضافة إلى ذلك كان إدريس المحمدي يتولى مسؤولية وزارة الداخلية على أساس قربه من الراحل الحسن الثاني، فقد كان كما هو معلوم مديرا لديوانه، وهذا المعطى يجعلنا نقول إنه لم يكن يمثل حينها حزب الاستقلال، بل كان يمثل المخزن. في حكومة عبد الله إبراهيم أعيد تعيينه في 24 ديسمبر 1958 بمنصب وزير الداخلية إلى غاية 21 ماي 1960، حينما تم الإعلان عن حل الحكومة. وفي 27 ماي 1960 تم تشكيل حكومة جديدة برئاسة الملك محمد الخامس، واحتل الحسن الثاني نائبا لرئيس الوزراء، وأصبح إدريس المحمدي فيها وزيرا لوزارة الخارجية. بعد وفاة الملك محمد الخامس أعيد تعيينه في ذات المنصب في حكومة برئاسة الحسن الثاني من 26 ماي 1961 إلى يونيو 1961، وهذا يبرز قوة العلاقات التي كانت تجمعه أولا بالسلطان محمد الخامس وثانيا بالملك الحسن الثاني، وعن طبيعة الأدوار التي قام بها الرجل لتدخل البلاد فترات من المد والجزر بين الحركة الوطنية والملك الحسن الثاني. وفي 7 فبراير 1969 توفي إدريس محمدي بمكناس عن عمر يناهز 57 عاما، مخلفا وراءه جملة من الأسئلة المعلقة وعلبة من الأسرار الخطيرة عن فترة من أحلك لحظات تاريخ المغرب المعاصر لم يتم الكشف عن أسرارها بعد. كان معكم عبد الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.